تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات. ربنا حتى يوم 1 سبتمبر 2020 ربنا يبارك حضراتكم. تنبيه صغير مرة تانية لأساتذة الأحباء اللي طلبوا، زي اللي حضراتكم اللي طلبوا من الموضوعات اللي هي المقارنات بين مخطوطات الكتاب المقدس ومخطوطات القرآن، واللي وضحت فيها إزاي إن الكتاب المقدس سحق القرآن تماما، هتلاقوها في اللي طلب ان هي تتحمل مش بس على اليوتيوب، كمان تتحمل على الموقع. فعلا حملتها على الموقع قدام حضراتكم السبع اجزاء، اللي عايز يدخل يحملها مش بس يوتيوب، كمان بي دي اف. الحاجة التانية الاساتذة الاحباء اللي طلبوا ان هي تتعمل كجزء يعني بلاي ليست على اليوتيوب، بالفعل عملت الموضوع ده وقدمتها فعلا بلاي ليست زي طلب حضراتكم، وحضيف حاضر الأجزاء اللي فيها مقارنات ما بين الكتاب المقدس والإسلاميات، هحطها فيها زي البلاي ليست للي حضراتكم اللي كنتوا عايزينها. ربنا يبارك حضراتكم. حاجة تانية، يوم الحد الجاي إن شاء الرب ودبر، اللي هو يوم 6 سبتمبر لو ربنا سمح وقدام طولة العمر ربنا يحافظ عليكم، هيكون فترة أسئلة أونلاين في البلتوك واليوتيوب والفيسبوك، فترة مسيحيات أسئلة لمدة 2 ساعة من 8 إلى 10 مساء بتوقيت القاهرة. أخذ بركة كبيرة رغم أن أنا لا أستحق. ربنا يبارك حضراتكم. واللي طلب مني برضو الرد على أحد الربوات اللي يعني اللي هاجم ادعاء أنه لا ما فيش حاجة اسمها عزارة، كانوا بيودعوا الهيكل والكلام ده كله تحريف وخطأ هجوما على مريم العذراء والميلاد العذري والكلام ده كله. الموضوع ده هرد عليه ان شاء ربنا ودبر بشيء من التفصيل مع كمالة هوموناليدي يوم الثلاثة الجاي للي يحب يتابع الموضوع، اللي هو هيبقى بمعونة ربنا 8 سبتمبر. ربنا يبارك حضراتكم. تعليق على بعض الأحداث والعالمية والعلامات. ومرة تانية، هدف أو الخدمة دي ليس لها من أنا أخوف ناس، أو وليس هدفها أن أنا أقول لكم شوية أخبار، أنا مش نشرة أخبار، ولا هدفها أن أنا أحدد حاجات معينة أو غيره أو تفسيرات معينة. لا، كل اللي بقصد أقوله الكتاب المقدس كان مركز ويقصد يقول لنا لما نسمع عن حاجات محددة محتاجين ننتبه لحياتنا الروحية. فهدف الخدمة دي نحن نرفع راسنا لفوق وننتبه لحياتنا الروحية، حياة اليقظة الروحية اللي بنسميها حياة الاستعداد. لا أقصد أخوف حد ولا غيره، أنا يهمني في هذا العالم اللي أصبح مظلم كمان إن إحنا نور العالم، إحنا المصابيح اللي فاضلة في العالم المظلم لغاية ما يجي العريس اللي أمين تعالى أيها الرب يسوع. ياريت كلنا نعيش حياة الاستعداد ونشهد للمسيح في هذا الوقت اللي أظلم جدا من الخطية والظلام بيزداد. ولو ما بقيناش احنا نور العالم زي ما قالنا المسيح انتم هم نور العالم، للاسف كثيرين من صغار النفوس هيعثروا زياده، وده هيكون للاسف علينا احنا دمهم. اتمنى ان احنا نكون فعلا كلنا يعني مؤمنين الايمان العامل بالمحبه وبالتبشير وبغيره. ربنا قال لنا علامات كتيره، حروب، اخبار حروب، ام على امه، زلازل عظيمه في اماكن، مجاعات باسباب مختلفه، اوبئه كوفيد، مخاوف، علامات عظيمه في السماء على الشمس والقمر والنجوم، على الارض كرب كرب امم بحيره البحر، كل الامم بتاعت كرب امم بحيره البحر والامواج تضج والاعاصير وغيره وغيره وغيره، والناس تبقى خايفه من بكره وقوات السماوات تتزعزع، كل ده لغايه ما يبصرون ابن الانسان اتين في سحابه بقوه مجد كثير، والنار والدخان والدم، كل ده قالوا قبل ما يجي يوم الرب العظيم الشهير اليوم الاخير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. ما تخلوش حد لا في الشرق ولا في الغرب يمنعكم ان انتوا يدعوا باسم الرب، كل واحد بحكمته يستخدم الطريقة المناسبة بالكلام بالاعمال whatever، لكن لازم كل واحد بحسب ما يديله ربنا يدعو باسم الرب. ليه ربنا قال لنا بعض العلامات؟ واحد، عشان ما نخافش في زمن اللي بيسمع وبيركز في الحاجات اللي بتحصل بيترعب. حاجة تانية، عشان نؤمن بروعة كتابنا المقدس اللي قال لنا زي ما في إنجيل يوحنا 14:29، قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون، قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن، لأنهم بصوا إزاي ازداد جدا التشكيك في الكتاب المقدس. وأيضا عشان حياة الاستعداد زي ما قال لنا إنجيل لوقا 21، ومتى ابتدأت
انتصبوا ارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب. تكتمل امتى ما يفرقش معانا، بكره القرن الجاي، لكن ربنا قال لنا لما تبتدي. تكتمل امتى ما مش مهم، لما تبتدي محتاج تستعد وتعيش حياه يقظه روحيه. علامات في السماء، رؤيه النجوم استمتعوا بها على قد ما تقدروا هذه الايام، رغم ان هي كمان بقت صعبه بسبب الملوثات، لان توقع ان شبكه الساتلايت اللي بتتزايد جدا وكمان اللي بيطلقها ايلون ماسك قد تحجب رؤيتنا للنجوم. النجوم دي هتبقى حاجه صعب ان انت تشوفها، مش هتبقى no longer the normal ان انت ترفع عينك للسماء وتشوف النجوم، مش بس عشان التلوث اللي بيزيد، ده كمان عشان الساتلايت اللي تحجبها عنك. تخيلوا وصلنا لعالم بهذا المنظر في زمن اقل من جيلين. وميض غامض في ضرب التبانة ولا يوجد تفسير مقبول ليه، وده من راشن توداي، وللأسف ده يخالف ادعاء قدم العمر والانفجار بتاع البيج بانج والتباعد والكلام ده كله اللي بيقولوه من 13.7 مليون وثبات سرعة الضوء وغيرها. يوم 27 أغسطس اصطدام مذنب بالشمس وتم تصويره. يوم 25 أغسطس استمرارا لتساقط الكرات النارية الكثيرة، 27 كرة نارية في يوم واحد. يوم 26 أغسطس 13 كرة نارية، يوم 28 أغسطس 42 كرة نارية في يوم واحد، ويوم 30 أغسطس 28 كرة نارية في يوم واحد. الطقس وكل أسبوع ده كان أسبوع الأعاصير والكوارث والأمواج اللي تضج والأرض اللي بتاكل سكانها. لورا يوم الثلاثة اللي فات تقوى وأصبح هيريكين فئة الثلاثة، ومتوقع أنه هو كان يضرب شمال تكساس. بعدها هيريكين لورا ضرب فعلا وبقوة بأمواج وصلت لعشرة أدم شواطئ أمريكا الشرقية، ده من CBN نيوز. يوم الأربع وصل لورا لفئة أربعة، يعني كان بيتزايد بسرعة. يوم الثلاث وصل لثلاثة، يوم الأربع وصل لفئة أربعة وكان في طريقه لويزيانا وتكساس وبدأ يضرب فيهم. يوم الخميس هيريكين لورا اللي كان بفئة أربعة ساب طريق من التدمير وهو ماشي، وعمل حاجة تشبه ألف تورنيدوز، والخراب كان في كل مكان في السكة اللي مشي فيها. في الوقت المقابل حرائق في حتة تانية كارثية، بل مش حرائق وبس، للأسف معرفش إيه اللي حصل لجزء من الشعب الأمريكي، أعمال النهب أصبحت مشكلة في وسط حرائق كاليفورنيا المتزايدة. الوايلد فاير اللي طاحت في كاليفورنيا ودمرت حاجات بشعة، مش بس كده كمان الناس بتستغل الفرصة وتسرق. الغريبة انه جزء من شعب امريكا اول ما تحصل كيوس والموضوع يفلت اهم حاجة يطلعوا يسرقوا. حرائق كاليفورنيا امتدت لاكثر من مليون فدان، ده من CBS نيوز. more than 1 million acres اتحرقت. حقيقي ربنا يرحمنا، احنا اصبحنا في موسم الحرائق البشعة ما بين حرائق استراليا وحرائق الامازون وحرائق كاليفورنيا. هو ايه اللي بيحصل للعالم؟ العالم بيتحرق، ورقة العالم بتتدمر. الجفاف الشديد اللي بيصيب جنوب غرب امريكا بدأ يتزايد كمان. ليترالي في اماكن بتضرب بجفاف بشع زي ما قال الكتاب، ووصل إلى أن تلت أمريكا بيعاني فعلا من جفاف. ما بين حر قياسي وحرائق غابات والناحية التانية أعاصير تسجل أرقام قياسية، في الغرب حر ضرب أرقام قياسية، في الشرق أعاصير وكميات أمطار ضربت أرقام قياسية، وحرائق كمان غابات معاهم ضربت أرقام قياسية. ايه الموضوع؟ احنا كنا نسمع عن حاجة تشبه ده كل 20 30 50 سنة 100 سنة، مش مع بعض في نفس الشهر. ويقولوا ان ده اصبح الشيء الجديد الطبيعي، the new normal in our life، في حياتنا. اصبح خلاص ان انت تسمع عن كوارث
كل يوم او اكتر من كارثه او مجموعات كوارث مع بعض في نفس الوقت، ده نورمال خلاص، ده نيو نورمال ان يور لايف. ايضا اسعار الخبز في اوروبا زي انجلترا قد يتزايد بعد ان عانت انجلترا اسوأ موجة حارة وقت الحصاد في اخر 40 سنة حصلت هذا الموسم، ده من بي بي سي نيوز. فكتير من المنتجات زي القمح باظت المزروعات، عشان كده المزروعات اللي فيها منتجات القمح يعني الدقيق للأسف أسعارها هتغلى. تايفون مايساك يتزايد قوة في الهادي ويتجه لليابان، متوقعين هذه الأيام اليابان هتضرب ضربة شديدة أو بتضرب أوريدي. فيضان آخر كارثي، ده كل ده في أسبوع واحد، ده مش في 10 ولا 20 سنة، ده في أسبوع. الفيضان الآخر الكارثي قتلوا على الأقل 110 شخص اتقتلوا، ودمر أكثر من 2000 منزل في أفغانستان في نفس الأسبوع. فالأرض فعلا يعني سامحوني أقدر أقول بتاكل سكانها. تساقط برد ثلجي كبير ومجموعة تورنيدوز، ده مش واحد ده مجموعة مع بعض، ضربوا شمال إيطاليا واتقتل 4 أشخاص، ده في نفس الأسبوع. ده احنا كنا في أغسطس، في نهاية أغسطس الناس بتموت من البرد في نهاية أغسطس. وفي نفس الوقت اللي تزايد فيه أمواج البحر اللي بتضج، واللي تزايد فيه الأحداث السمائية زي ما قال الكتاب، برضو تزايدت فيه الزلازل. كنت بعض الإخوة الأحباء اللي اعترضوا على الزلازل قلت لهم فعلا ارجعوا هاتولي أسبوع من سنة قبل 2008 بالساتلايت ووسائل الإعلام ومقياس ريختر وغيره، يكون في أسبوع واحد حصل من أكتر من زلزال 6 ريختر. أنا ملقيتش، لو لقيته ياريت تجيبولي. وهل ده كان بيحصل كمان مرتين ثلاثة في نفس الشهر؟ لأن أنا لما كنت بكلم حضراتكم في الخدمة دي من 4 سنين كنت بذكر لكم رقم 5 كما لو كان حاجة بشعة إن هي تحصل أكتر من رقم 5 في نفس اليوم. بعد كده من كترتهم ابتديت أذكرهم كعدد. بعد كده السنة اللي فاتت ابتديت أتكلم على رقم 6 اللي بدأ يظهر شبه كل ما بين أسبوع أو أسبوعين يظهر لازم رقم 6 وبقى حاجة غريبة. السنة دي ماشيين في نفس الترتيب، وراجعوا الموضوع انا بقدمه لكم من يو اس جي اس باستمرار من اكتر من 5 سنين. السنه دي بينا نتكلم بيحصل اكتر من زلزال 6 ريختر في نفس الاسبوع مش في نفس السنه. يوم الثلاث 34 زلزال، منهم واحد 6.1 او زلزالين 6.1 و6 في بابا نيوجيني. يوم الخميس 45 زلزال، كتير منهم 5 فما فوق. يوم الحد 29 زلزال، منهم 1.6 في منتصف الأطلنطي. يوم الاثنين أمس 61 زلزال ما بين متوسط وقوي في يوم واحد. كل دي زلازل 6 ريختر فما فوق في نفس اليوم. عندك 6.8 في تشيلي، وآخر 6.3 في تشيلي، و6.2 في المحيط الهندي، وكتير 5 فما فوق، كتير فيهم 5.8 و5.7. الأسبوع ده لوحده، ده مش من كلامي، ده من USGS، حصل فيه 100 زلزال قوي، لا متوسط ولا ضعيف، قوي بس، منهم 6 زلازل 6 ريختر وأكتر، 6.8 و6.5 و6.3 و6.2 و6.2 و6. هتقولي أسبوع زي الأسبوع اللي فات ده يشبه ما هو قبل 2007 و2006 برضو من USGS، وكان يتكرر كتير لأن ده بدأ يتكرر المنظر ده أكتر من مرة. واللي في نفس الوقت زادت البراكين، بعد ما كنا بنتكلم على نشاط 3-4 براكين في السنة قوية وأنشطة بسيطة صغننة، دلوقتي بينا نتكلم في اليوم الواحد بيتابعوا كام بركان، وكم يعني 7-8 براكين قوية في نفس اليوم. يوم 26 أغسطس متابعة لنشاط 7 براكين قوية في نفس اليوم، ده من فولكينو ديسكفري. يوم 28 أغسطس متابعة لنشاط 8 براكين قوية. يوم 31 أغسطس متابعة لنشاط 8 براكين قوية. عشان ما طولش على حضراتكم، ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات زي ما بقدمها لكم كل أسبوع من فولكينو ديسكفري، كل دول براكين نشطة، اللي باللون الأحمر إن إرابشن، واللي باللون الأورنج ماينور أكتيفيتي.
في نفس اليوم، طلعوا صور زي دي من قبل 2006 و2005 وقبلها بهذا المعدل. ما حدش يقول لي لا اصل احنا ابتدينا نكتشفها جديد، لا دي دول موجودة فيها براكين من وعندها برضو الساتلايت ووسائل الإعلام اللي موجودة من زمان ما اتغيرتش. اندفاع بخار مياه ضخم من منطقة يولستون لأول مرة من 6 سنوات، ويرجع النشاط مخيف مرة تانية، ده من فوكس نيوز. في نفس الوقت موت الكائنات جماعي يوم 2 أغسطس، موت 50 طن أسماك، وبقينا خلاص شبه كل أسبوع بنسمع عن أطنان أسماك بتموت بعد ما كانت حادثة أو 2 في السنة. بص بقينا نسمع عن كم حادثة في الأسبوع في نفس الأسبوع الواحد. برضو ارجعوا للمعدلات ما بين 2006 و2007 وما قبلها، زي بالضبط ما قال لنا صفانيا إصحاح 1 وهوشع إصحاح 4 أن ده هيحصل قبل عقاب الإنسان. 50 طن أسماك في محمية في إندونيسيا يموتوا مرة واحدة، كل ده سمك ميت. يوم 3 أغسطس موت 12 سلحفاة في شاطئ في المكسيك. يوم 6 أغسطس موت الألاف من الأسماك في طيار مائي في تركيا، ده من CNN ترك. يوم 7 أغسطس موت ألاف من الأسماك في شاطئ في ميريلاند في أمريكا. بكتيريا مميتة بتقتل الماعز البري في بي سي اللي هي بريتش كولومبيا وأوكناجن، ده من CBC نيوز. فعلا حيوان البحر بينزع. كمان اكتشاف نوع من ديدان الأرض قافز جامبينج له قدرة تدميرية يظهر في غرب نيويورك، وخايفين من القوة التدميرية بتاعته. توقع ان النوع ده جه من فين؟ قد يكون جه من حاويات مجهولة جات لنيويورك. فاحنا دلوقتي دخلنا في حروب غريبة، زي ما بنشوفنا بعض البذور اللي جات من الصين اللي بتعمل حاجات غريبة، دلوقتي كمان بنشوف كائنات غريبة. على فكرة يعني ما استبعدش ان يكون فعل فاعل. الأوبئة ايضا اللي زادت، ولكن بعد كل الأخبار اللي زي وش زي ما البعض بيقول كل أخبارك تكئب، معلش لكن أجيب لكم خبر واحد، ها كويس، خبر كويس كنت أنتظره وقلت لحضراتكم عليه أتوقعه أو مستنيه، قلتها لكم في شهر مارس وقلتها لكم في شهر مايو، والنهاردة المجلات العلمية تنشره. فحسب نيو ساينتست الكوفيد أصبح بوضوح في أوروبا أقل إماتة، ما تستهونوش بيه، لسه بينتشر ولسه بيعي ناس كتير وممكن يموت، ولكن نسبة الناس اللي بتموت ونسبة الناس اللي بتحتاج تبقى في المستشفى أو تدخل الانتنسيف كير نسبتهم قلت. فنيو ساينتست بتقول لنا بوضوح COVID-19 is becoming less deadly وكمان less pathogenic، by the way الباثوجينيست بتاعته قلت in Europe but we don't know why. الغريب ان هم بيقولوا we don't know why، رغم ان انا في اثناء لما باخد دراساتي في موضوعات الجينيتكس عارف ليه، ما احنا درسنا ان الفيروسات بتحرق نفسها. طب احنا عارفين ليه الاسبانيش فلو في 2013 سوري في 1918 19 انتهت بدون فاكسين، ليه حرق نفسه؟ ليه ولاد العم كوفيد سواء سارس او ميرس اختفوا حرقوا نفسهم؟ فبني انا مش فاهم ليه نيو ساينتست بتقولك مش عارفين ليه، احنا عارفين ليه الفيروس هيبدأ يحرق نفسه. دي بقى من عندي وقد اكون مخطئ فيها، ولكن ادوا للكوفيد سنة بالفاكسين بدون الفاكسين ربنا يستر، لان الفاكسين ده ممكن يزود الموضوع كارثية يعني anyway ما تمسكوش عليا التعبير ده، ولكن ادوا للكوفيد سنة. اهيني بقولها لكم في شهر اغسطس زائد شهرين ثلاثة ناقص شهرين ثلاثة، يعني ما مش باليوم، ولكن ادوا للكوفيد ده سنة، لما نرجع للتاريخ يبقى الكوفيد ده في خلال سنة هيبقى غير مؤثر. لسه في شوية ناس قليلة بتعيا بيه موجود، ولكن مش هتبقى حاجة مؤثرة على الإطلاق في حياتنا، هيكون ضعف جدا. سنة تاني أكتر أو أقل حاجة بسيطة، بس ادوله سنة تاني وهيبقى بالنسبة لنا حاجة مش مهمة حتى لو بدون فاكسين.
طبيب في انجلترا برضو بالابحاث بتاعته يقول ان الكوفيد او الكورونا اصبح اقل عدائيه، ويجب الا نرتعب من موجه ثانيه. قاعد الخبر قدام حضراتكم، يعني النهارده انا كريم قوي، بدل خبر واحد جايب لكم خبرين حلوين عشان يعني بس ما تتعودوش على كده. I'm sorry. والسبب ايه؟ رغم ان السبب قالت لك في نيو ساينتست ما يعرفوش، رغم ان انا قلته لكم من شهر مارس اللي فات، وقلت لكم ايضا في مايو مره تانية، السبب هو استمرار تحور الفيروس. الفيروس بيحصل له ميوتيشن، الميوتيشن بتتراكم، هيجي فتره ويضعف وينتهي. لكن طبعا بيختلف من مكان لاخر. فالفيروس ميوتيتد بيبقى في اماكن يبتدي يقل عدائيه وقل باثوجينستي، وده في رويترز قدام حضراتكم. ادي الميوتيشن اللي بيحصل للكورونا فيروس بيقلل قوته، وده خبر كويس يقوله لكم الخبراء. ده اللي قلته لحضراتكم، وعايزين تتاكدوا ان انا قلته لكم، ارجعوا للتسجيل بتاع 3 مارس هتلاقوني قلته لكم نصا، وجبته لكم من تاريخ ومن الفيرولوجي ومن تاريخ الاوبئه السابقه ازاي انتهت، ولا باي حاجه ما كناش نقدر نتصرف معها حاجه غير ان هي حرقت من نفسها. وده نشكر ربنا على الميكانيزم اللي ربنا حطه ان احنا نقدر يعني نقضي على ال 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 الكوارث اللي زي دي ازاي. طيب الكلام اللي قلته لكم قبل كده والبعض هاجم فيه، المره دي بقى اجيبه لكم مثبت. اتكلمت على الكارثه بتاعه التطعيم والنيو تكنولوجي اللي هتستخدم في التطعيمات الجديده زي بتاع موديرنا وبتاع اوكسفورد واللي هو فايزر وغيره وغيره. والبعض، انا مش ضد التطعيمات، التطعيمات لما تستخدم صح في الانسان الصح بتنقذ حياة. انا مع التطعيمات اللي تعطى لانسان خطأ بدون لزوم، ضره ما تنفعهوش. نيو ساينتست، لا من ديني ولا من دينك، بتقول او تتساءل is the rush to roll out a coronavirus vaccine undermining safety؟ بيحذروا من مخاطر كثيرة من سرعة تحضير التطعيم. التطعيم ده اللي المفروض يتجرب 4-5 سنين، لما تحضره لي في كام شهر انت مش عارف هيعمل ايه. كلام ده مش كلامي، اهو مجلة نيو ساينتست قالت التعبير اللي قلت لحضراتكم من فترة طويلة. اتفضلوا، وخاصة انت جبت بروتوكول جديد لم يستخدم من قبل، في احتمالية ممكن يسبب فعلا كارثة، ومش هتديله الوقت بتاع الاختبار السلامة بتاعته المناسب، فانت مش عارف الموضوع هيحصل ايه. علماء يقولوا لحضراتكم في الجارديان ان التسرع في انتاج تطعيم الكوفيد ده هيفيد؟ لا، ده قد يجعل البانديميك اسوأ. COVID vaccine rush could make pandemic worse, say scientists. علماء بيقولوا لكم الكلام ده. وده اللي احنا بنحذر منه، انا واحد من الناس، والناس على طول تبتدي الهجوم. مرة تانية بيأكدوا لحضراتكم اللي بيعملوه ده ممكن في احتمالية يؤدي لكارثة. عشان كده لما قلت لكم ادوا للكوفيد ده سنة، لكن مشترطة بحاجة، احنا مش عارفين الفاكسين هيعمل ايه، لان الفاكسين فيه احتمالية يخرب الدنيا، يزود كارثة الموضوع مش يقلله. فاكرين اخيرا بعد كل السنين دي طلع التطعيم بتاع شلل الاطفال هو اللي بينشر شلل الاطفال؟ وده اعلنوا العلماء اخيرا، مش في كل مكان طبعا ومش في كل شخص، ولكن اتضح ان هو فعلا بيزود انتشار شر الاطفال كان التطعيم نفسه اللي بيتاخد بالبق عشان بينزل في الجهاز الهضمي وفي السيوج ويصيب اطفال تانيين ويتشلوا بالفيروس. على فكره في احتماليه، انت بتستخدم بروتوكول جديد ما استخدمتوش قبل كده في تحضير التطعيم، بتستخدم فيروس جديد الادينو فيروس اللي بتدعي ان انت بالجينيتك او التغييرات الجينيه اللي عملتها فيه اصبح نيوترال، ومش هتاخد وقتك في دراسه السيفتي، يلا احقن للناس. العلماء بيقولك ده احتمال يعمل لك كارثه، ده ممكن يزود البانديميك.
الطفل اللي بعد ما يختبر ومناعته كويسة وفي منطقة معرض للأخطار، التطعيم يفيده طبعا، لكن ما ترزعش حاجة وستين تطعيم لطفل وانت مش عارف جهاز المناعة بتاعه شكله ايه. انا بنادي بالاختبار. يعني ايه؟ عشان الناس ما تفهمنيش غلط، انا ما بقولكش ما تطعمش ولادك، اوعى تفهمني غلط، لا، طعم ولادك بعد ما تتأكد ان هما كويسين. يعني ايه؟ انا ممكن اكل فراولة تجيني حساسية، قصادي خمسة تانيين ياكلوا فراولة ما عندهمش اشكالية. ممكن حضرتك تاكل فول سوداني تدخل فيها المستشفى، وصادك شوف كم واحد بياكل فول سوداني ما بيحصلوش حاجة. ده من الأكل، أنا مش بضرب لك مثال بحاجة كارثية، أنا بضرب لك مثال بالأكل. فعشر أطفال ياخدوا التطعيمات تحميهم، وفي المقابل طفل ياخد التطعيم يضره مش يحميه، فاكسين انجري. كل اللي بقوله اختبر ابنك قبل ما ترزعه الحاجة وستين تطعيم لحسب البروتوكول الأمريكاني، ده كل اللي بقوله. لا، بيتعرف من الجينيتك مابينج وحاجات زي كده كتيرة مش عايز ادخل فيها الان. anyway، خبر اخر اليوم اسوأ للأسف، رغم كل تحذيرات العلماء اللي جبتها لكم من المجلات العلمية دي، قد يعطوا موافقة طارئة لتطعيمات الكوفيد حتى قبل ما ينتهي اختبارها اللي هو اوريدي تم اختصاره عن السلامة والفعالية. الكلام ده اهو في ياهو نيوز، بدأت تظهر فكرة في أمريكا ان يدوا early approval للفاكسين اللي بدأوا يقولوا ده شكله هيبتدي يجيب فايدة. ايه رأي حضراتكم؟ يعني مش بس اختصروه من 5 سنوات لشهور، ده حتى الشهور كمان بتاعت الاختبار مش هيكملوها. اللي بيسألوا للأسف في احتمالية يكون إجباري، يعني استراليا اوريدي بتتكلم على احتمالية الإجبار. بعض الولايات الأمريكية بتتكلم على احتمالية الإجبار، إن هما يجبروا الناس غصب عنهم لازم ياخدوا التطعيم، وخاصة مثلا الطلبة. ده كمان يعني كندا مثلا اللي اشترت من 3 شركات اشترت ما يوازي 200 مليون دوز، 200 مليون جرعة. طب إذا كان الشعب الكندي 37 وشوية مليون، اشتروا لهم 200 مليون جرعة يعملوا إيه؟ حد يفهمني؟ يا اما عندهم شويه فلوس زياده عايزين يضيعوها، مستر ترود اللي بيحب يتشبرق ده، لا، يا اما في خطه انه عارفين انه هيجبروا الناس عليها. ربنا يستر. اوهان الصينيه تستعد لاعاده فتح المدارس في اوهان، ولكن ستظل مستعده انها تقفلها مره تانية ويعود للدراسه على النت الاونلاين لو عاد انتشار الكوفيد مره تانية في اوهان. ده من راشن توداي. أخيرا يضطروا أنهم يعترفوا أن فيتامين بي يقلل من خطورة الكوفيد بالإضافة للسي والدي لو اتحطوا مع بعض. يا سلام، والنبي إيه الكلام اللي كنا بنقوله من فبراير؟ أحسن خط وقاية هو الفيتامينات لغاية ما يظهر علاج أفضل. من فبراير فيتامين سي ميجا دوز وفيتامين دي ومعاه زنك ومعاه فيتامين بي جايين لنا في أوغست، في أواخر أوغست جايين يقولوا الكلام ده. فيتامين بي لما تحط كمان مع سي ومع دي بيحمي شوية من الكوفيد. والنبي، بعد ما خلاص الفيروس ابتدى يضعف جايين تقولوا الكلام ده؟ طب وكل المئات الألوف اللي ماتوا موتوش الكلام ده ليه؟ ده انتوا كان اللي بيتكلم انه نهتم بالمناعة عن طريق الفيتامينات وغيرها. ايوه يا بتعوت الناتشرال. لا، مش بتعوت ناتشرال، بنتكلم على نقدر نستخدم اللي في ايدينا لغايه ما نشوف نعمل ايه في الانتي فايرال. ودول العلماء اللي ما بيغلطوش، دول الاثوريتي اللي يقولوا الشيء وعكسه. واوعى تعترض، لو اعترضت ده انت ضد العلماء والاثوريتي يا جاهل. نسمع الشيء وعكسه في نفس الامر. الهند تتفوق على أمريكا في عدد الحالات الإصابة اليومية. على فكرة لسه الإصابات في أمريكا بتنخفض، لكن للأسف لسه بتتزايد في الهند. والعالم طبعا عدى خلاص 25 مليون، ده خبر قديم شوية إن هو كان اقترب من 25 مليون، ده من راشن توداي. مئات الآباء ينظموا مظاهرة تتجه لمقر الحكم في ماس
اعتراضا على قرار إجبار تطعيم الإنفلونزا للطلبة. وعلى فكرة ده كان تيست، لو عرفوا فعلا يكتموا ويقمعوا أولياء الأمور هيكون بعده برضو الكوفيد إجباري، لأنه عملوا الفلو فاكسين إجباري. بصل وتوم إيه بس عشان بصل عالي وتوم عالي وحموضة عالي. لا طبعا الدوز اللي بنتكلم عليها الميجا دوز، لا هيديها لك البصل ولا هيديها لك التوم ولا هيديها لك الليمون ولا البرتقال، لا انت عايز حاجة اسمها ميجا دوز فيتامين، اللي هو فيتامين سي وفيتامين دي، واتكلمت عنهم بالتفصيل. ربنا anyway طبعا ده احسن من ما فيش، ربنا يبارك حضراتكم. بحث يدعي انه الاليت او الصفوة في العالم الناس دول لو جالهم سرطان بيخفوا منه، سوري لو جالهم الايدز بيخفوا منه. ده الكلام ده يعني ما اعرفش اذا كانت نظريه مؤامره ولا لا، لكن ده قالته الراشن توداي، قالوا ايه الموضوع، الاليت بيقدروا لما يصابوا بالاتش اي في بيخفوا منه بدون علاج معروف، هو ايه الموضوع ده، بوم شيل ريسيرش كليم. فابحاث لقت ان الاليت في حاجه بتحصل لهم، هو في علاج موجود احنا مش عارفينه، هو في حاجات وصل لها العلم بيخلوها للبهوات الكبار بس زي العيلة المالكة في بريطانيا والشلة الكبار إياهم، زي ما صاحبنا اللي من العائلة المالكة اللي يصاب بالكوفيد وخلال أسبوع يطلع زي الفل، هو سنه أكبر من جدي معرفش إزاي، وكان مع الملكة نفسها وهي ما حصل لهاش حاجة إزاي معرفش، رغم أن في نفس الوقت رئيس الوزراء المغضوب عليه في بريطانيا كان حيموت، مش عارف. anyway ده مش كلامي انا، ده بحث قدمته راشن توداي ومش عارفه ايه القصه. ندخل لاخبار الحروب، كفايه اخبار الاوبئه اللي زي ما قال لنا الكتاب. طبعا شايفين العالم بيهدد في بعض ازاي، مع تزايد الاشاعات بموت او مرض شديد لكيم جون اون، ده قد يكون مش خبر كويس، قد تكون اخته اللي هي الدكتاتوره، أخته اللي هي اسمها كيم يو جونغ، دي أسوأ وأخطر منه، دي شكلها أشرس من كيم جون أون نفسه كمان، ده بيقولوا الخبراء، وقد تمثل تهديد نووي أخطر بكتير من هذا الشاب الأرعن كيم جون أون لو فعلا مات وحيسيب الحكم لأخته. الصين تدعي ان طائرة بدون طيار امريكية تجسسية دخلت منطقة ممنوع فيها الطيران، وتقول ان دي تصرفات استفزازية، ده من واشنطن تايمز. الصين تطلق صاروخين في البحر الجنوبي كتحذير لامريكا، وده من ديلي ستار. الصين تقول ان امريكا تسير على ثلج رقيق، يعني ممكن تقع وتغرق بسبب الطيران التجسسي في مناطق متنازع عليها. الصين تهدد بأنها تمنع المستلزمات الطبية عن أمريكا كرد فعل للطيران الأمريكي في جنوب بحر الصين. طبعا لسه بعض الشركات الأمريكية بتستورد من الصين المستلزمات الطبية زي الماسكات وغيرها، فبتهدد الصين أمريكا أن هي تمنع عنها المستلزمات دي والجوانتيات وغيره وغيره، عشان طبعا المستلزمات الصينية رخيصة زي للأسف الـ KN95 الخربان اللي بيجي من الصين. أيضا الصين تحذر أمريكا من احتمالية حادث عسكري بعد أن قامت أمريكا بتدريب عسكري في جنوب بحر الصين، ده من Russian Today. سفينة حربية أمريكية تبحر قرب جزر متنازع عليها في احتداد الموقف في جنوب بحر الصين، فأمريكا مهمهاش أو إدارة ترامب مهمهاتهاش كل اللي بتعمله الصين، وبتبحر زي ما هي عايزة رايح جاي. روسيا والصين يسببوا أجراس إنذار لتحركاتهم المتسعة عبر العالم، ده من إكسبريس نيوز. الطائرات الحربية الأمريكية تعترض طائرة حربية روسية على حدود ألاسكا، ده من CNN. روسيا تختبر نظام S-500 الجديد وحيبدأ إنتاج موسع له.
أيضا روسيا ستقوم بتدريب عسكري موسع يعتبر الأكبر من وقت الاتحاد السوفيتي عشان تفرض عضلاتها قدام العالم. إصابة قوات أمريكية بعد التصادم مع عربيات حربية روسية في سوريا، ده من نيويورك تايمز. آسف. قوات هندية مسلحة بنظام سام الروسي المتحرك ترسل إلى قرب الحدود الصينية كزيادة حدة الموقف ما بين الهند والصين. وبالفعل الهند ترد وتضرب منطقة حدودية صينية وخلافات حدودية جديدة تحدث في الويك اند اللي فات، ده من راشن توداي. الهند تتهم الصين أنها تقوم بعمليات استفزازية جديدة على الحدود. على فكرة كل ما الموقف يهدى بينهم الصين تعمل حاجة تستفز الهند يبتدي الموقف يشتعل منهم بينهم مرة تانية. وزير خارجية إيران يتهم بومباي الأمريكي أنه بيخرج عن القانون في محاولته لفرض العقوبات على إيران، ده من راشن توداي. وإيران بتهدد أن هي هتحارب في أي وقت وتعملها. الأمم المتحدة ترفض طلب أمريكا بمد العقوبات الإيرانية، ده من أروس شفا. وللأسف الأمم المتحدة يعني مش عارف ليه رضخة لإيران بهذا المنظر. روحاني يقول أن المنظمة النووية عليها مسؤولية أنها تحافظ على الاتفاق النووي، الاتفاق النووي اللي إيران اخترقته شوفوا كم مرة. لكن بتقول على منظمة المراقبة النووية إن هي مسؤولة إن هي تحافظ على الاتفاق النووي اللي الإيران بتخترقه. ده من أروس شفا. إيران تقوي القنابل اللي بتشيلها الطيارات بتاعتها اللي بدون طيار الدرونز في عرض عسكري موسع قد قامت بيه. ده من جيروزاليم بوست. تركيا تصدر تحذير بأنها ستقوم بتدريب عسكري في البحر المتوسط هيستمر لغاية 11 سبتمبر واللي هيقرب منه هيتضرب، ده من راشن توداي. ده في تزايد طبعا انتوا عارفين حدة الموقف في البحر المتوسط وخاصة ما بين تركيا وما بين اليونان. نتنياهو يتعهد برد فعل قوي لو استمر الهجوم اللي بيجيله من لبنان ومن حزب الله عليه. ماكرون الفرنسي سيضع ضغط ضروري ليتأكد من تكوين حكومة لبنانية جديدة لأن بيروت لا تزال تعاني لتكون حكومة جديدة. الروس القديمة لسه مصرين يقعدوا في الحكم، هم بس يتبدلوا كقطع شطرنج ولكن مش عايزين يسيبوا الحكم. ده من راشن توداي. ومهما يسور الشعب ويقول كلن يعني كلن برضو مصرين ان هم يقعدوا مع بعض. حماس تطلق صواريخ في اتجاه إسرائيل من غزة، فإسرائيل كالعادة قامت بضربة عسكرية ضد حماس في غزة بعد ما حماس أطلقت عليها الصواريخ وأرسلت بالونات حارقة، ده من رويترز. بسبب اتفاقية السلام اللي شارك فيها ترامب ما بين الإمارات وإسرائيل تبدأ ولأول مرة رحلات طيران مباشرة ما بين إسرائيل للإمارات. خمائني يقول الإمارات خانت العالم الإسلامي باتفاقيتها مع إسرائيل. مسلمتين عشان تعرفوا أن الإرهاب الإسلامي بس مش الرجالة، كمان الستات وحتى الأطفال. في الفلبين تنتميان لداعش قتلوا 11 شخص في تفجير إرهابي وأصابوا 75. مال الناس الأبرياء؟ ليه كده الإرهاب الإسلامي في كل حتة وكل شخص إسلامي راجل ولا امرأة؟ مش الكل، أنا آسف، كتير من المسلمين، يعني مش كل إرهابي، مش كل مسلم إرهابي، ولكن للأسف كل إرهابي مسلم. الجهاد الإرهابي الإسلامي لا يزال يهدد أوروبا مع بعض التغير في أشكاله، ده اللي بيقولوا الخبراء. بعد تصوير فيديو لتمزيق قرآن اندلاع أعمال عنف وتخريب في السويد من قبل المسلمين، ده من راشن توداي.
طبعا لو كانوا قطعوا الإنجيل والمسيحيين قاموا بثورة، كنا يعني نطحن ونتهاجم في العالم. لكن المسلمين يقوموا بثورة ويعمل تخريب وتدمير بالشكل اللي زي ده عشان نسخة قرآن اتقطعت، طبعا حرام وغصب عنهم، ولا بيدافعوا عن عقيدتهم. ده مش مطالبة بحق. شايفين المسيحيين حتى لما المسلمين بيقطعوا الكتاب المقدس بنلجأ إلى أسلوب محترم، القضاء باحترام، مش نخرب ونحرق ونعمل ونقتل. طب ذنب الناس أصحاب الممتلكات الأبرياء دول ذنبهم إيه؟ رغم كل ما يحدث من تخريب من المسلمين في أوروبا وخاصة في ألمانيا اللي يعني شبه الأمن ضاع فيها بسبب ميركل، إلا أن ميركل تقول إنها مش ندمة على موجة المهاجرين المسلمين اللي جم من سنة 2015 لغاية 2019، بل عايزة تدخل مليون مسلم تاني لألمانيا. ده من راشن توداي. إيه قصة الست دي؟ والشعب الألماني ساكت ليه إذا كان شاف فعلا الحالة الأمنية خربت؟ كمية الستات الألمانيات اللي تم الاعتداء عليهم من المسلمين مش كل المسلمين، بعض المسلمين المتوحشين، حاجة بشعة. ده بقيت بعض يعني بقي مش آمن إنه فتاة ألمانية تمشي في الشارع بالليل بسبب المسلمين، ودي مش فارق معاها، لا عايزة تجيب زيادة. المجلة الفرنسية شارلي إبدو، المجلة دي تشارلي إبدو هتعيد نشر النسخة اللي تحتوي على كرتون السخرية يا من محمد في ذكرى الهجوم الإسلامي على فرنسا رغم التهديدات الإسلامية. ده من راشن توداي. مش عارف إن المسلمين حساسين كده ليه؟ ما عندكم إله الإسلام يدافع براحته. أنتوا ليه كل حاجة عمال تخريب وقتل؟ ولو حد رسم كاريكاتير تروح على طول لازم تقتلوه، تحرقوا المجلة بالكامل. ده احنا ديلي بتترسم صور مسيئة للرب يسوع المسيح، وبنرد بالكلام بنقول لهم ده خطأ وده لا يمثل الحقيقة وربنا يسامحكم. ليه؟ لأن احنا لينا إله هو اللي بيدافع، مش إلهنا ضعيف محتاج نحن ندافع عنه. تلاقي إلهكم ضعيف كده محتاجكم تقوموا بكل أعمال الشغب عشان تدافعوا عنه. تزايد المظاهرات في مدن أمريكية بعد ما شرطي تاني أتى الرجل أسمر وهو جاكوب بلاك، وفي المظاهرات شاب 17 سنة قتلوا اتنين وكانوا بيجروا وراه، وقصص كتيرة. إيه اللي بيحصل في أمريكا؟ أمريكا على فكرة بتنهار من الداخل. عالم بيقول إن عدم الاستقرار الاجتماعي في أمريكا ده ممكن يستمر من 10 ل 15 سنة. لا أنا ما أعتقدش، أنا أعتقد هينتهي بعد الانتخابات الأمريكية مباشرة، وخاصة لو فازوا الديمقراطيين هتلاقوا فجأة كل ده اختفى. لكن لو كمل ترامب هتكمل المظاهرات المستمرة. ليه؟ لأن انتوا عارفين مين ورا المظاهرات دول، وليه دايما في الولايات الديمقراطية فقط اللي ما عندهمش مشكلة يخربوا أمريكا ويقسموا البلد في سبيل السياسة. أيضا امتداد المظاهرات بتاعت حقوق السود إلى كندا، في مونتريال دمروا تمثال أول رئيس وزراء كندي. ده من راشن توداي. أخبار عامة، آسف طولت على حضراتكم. إيلون ماسك اللي هو برضو هيخرب الفضاء صاحب تسلا سيعرض أو عرض بالفعل شريحة للمخ كعرض حي للمشاهدين. الشريحة دي بتتزرع في المخ زي كده، عارف الشيب بتاعت الكمبيوتر، عارف الكونكشن للكمبيوتر، يبقى المخ بتاعك موجود في توصيلة داخلة جوه المخ وتربط ما بين المخ بتاعك للكمبيوتر مباشرة. وبيقول لك دي هيستخدمها في علاج أمراض أو يحمل صور، وطبعا بالإضافة ده مش بس يحمل صور، لا ده ممكن كمان يحمل ذكريات وحاجات زي كده ملهاش أي أصل، ويحمل فكر جديد في مخك انت عمرك ما امنت بيه. وبالفعل فكرته ان هو عايز يدخل ارتفيشال انتليجنس، ذكاء صناعي بخبرات غريبه في المخ البشري بحجه ايه؟ علاج بعض الامراض. ويوم 29 اغسطس ايلون ماسك
أعلن أن التجربة نجحت وجربوها في خنازير وزرعوا فعلا شرائح كمبيوترية في المخ وعرفوا يوصلوا مخ الخنازير بالكمبيوتر، وده اتنشر في وكالة رويترز. وأيضا قدام حضراتكم اتنشر في راشن توداي. فبيسموها هاي تيك ديستوبيا ولا ايفوليوشن. وآدي الخنزير اللي زرعه في مخه شرائح زكريا أحد الخنازير. بحث يوضح أنه لا يوجد حاجة اسمها إنسان محايد، وما فيش حاجة اسمها حيادية، ده أمر غاية في التعقيد، ما فيش إنسان يقدر يبقى محايد بنسبة 100%، ده من نيو ساينتست. فما فيش حاجة اسمها unbias, unconscious bias، ده مش موجود. الملحد بيدافع عن إلحاده، بيستميت في الدفاع عن إلحاده. المسلم بيدافع عن إسلامه، المسيحي بيدافع عن عقيدته. أيوة، فيش حد حيادي، لا يوجد الحيادية اللي يقولك لا ما تسمعش دول مسيحيين، اسمع للعلماء. طب العلماء الملحدين مش حياديين برضو. نيو ساينتست قدام حضراتكم بتقول لكم ما فيش حد حيادي، كل واحد هيدافع عن عقيدته، الفكر بتاعه، حتى في السبكونشس ليفل. تجربة سويدية غريبة من نوعها، فعلا غريبة، أنا استغربت لها. يقول فيها العلماء أنهم نجحوا في تبديل أجساد البشر. طبعا مش بعملية جراحية، ده عبارة عن بس يعني فيرشوال. وتغير فيها أحساس المشاركين بأجسادهم باستخدام خوذة رأس إلكترونية، الإنسان حس أنه هو بقي في جسم تاني. ده من راشن توداي، ويسموها سواب باديز، تبديل الأجساد. فانت تشعر ان انت في جسم تاني تماما مختلف عن جسمك، ومشاعر حقيقية بس سببت لخبطة شديدة. حتى بقى البرسيبشن بتاع الناس اللي اتخاضوا في التجربة دي بقى مختلف. ادي الخبر قدام حضراتكم، ايه اللي بيحصل؟ اختراع روبورتات مايكروسكوبية تتحرك كمان، وقد يستخدموها في استكشافات مايكروسكوبية كتيرة بما فيها في داخل الجنس البشري. نيو ساينتست، هل ممكن في يوم من الأيام تتزرع شرائح صغيننة جدا متحركة يقدروا يتحكموا فيها بكل اللي انت تتخيلوه بقى في جسم الإنسان؟ ده احنا خلاص أصبحنا التكنولوجي دي موجودة، ده مش خيال علمي، ده حقيقة. كوريا الشمالية ترسل رسائل تجسس من خلال اليوتيوب لأول مرة، وكوريا الجنوبية تحذر من هذا الأمر. ده من راشد توداي. ففي سباي مسجز ابتدت تتعمل من كوريا الشمالية من خلال اليوتيوب. اقتربنا من رؤية السيارات الطائرة انها تبقى خلاص حاجة حقيقية وعادي في حياتنا، اللي اتكلموا عنها كتير، اللي جربوها كتير، ولكن اقتربوا فعلا انها تبقى موجودة. شركة تكنولوجيا تخترع نظام الدفع بالوجه في كاليفورنيا، بدل الدفع بالصباع، وبدل الدفع بالسكاننج للسيلفون، وكمان بالRFID الشريحة الذكية المزروعة، لا ده دلوقتي تقف قدام الوجه يعملوا له سكان، تقدر تدفع اللي انت عايزه. مهندس يدعي ان هو اخترع ذكاء صناعي Artificial Intelligence باسم يسوع، يعني سماه AI Jesus أو Artificial Intelligence Jesus، وبيقول لك هذا الذكاء الصناعي يسوع قادر على أن يقول جمل من عنده ونبوات مرعبة. طبعا مش هتلاقوا واحد يقول لك اخترعت الذكاء الصناعي اسمه محمد مثلا. anyway. طب إيه هدفه ده؟ أغرب قضية في التاريخ، حكومة مصر، اسف على الخبر بس فعلا اتنشر في وسائل العالم اغلبها، فلازم كنت اقوله لكم، حكومة مصر تقاضي 54 مليون مواطن مصري لمقاطعتهم انتخابات مجلس الشيوخ، ده على سبيل المثال من AP، في اغرب قضية من قضايا التاريخ. طبعا ده حكومة مصر ليه عملت الموضوع ده؟ عشان حكومة مصر او حكومة السيسي تحصل على 27 بليون من الشعب المصري. الناس لو مش واخده بالها، استمرار ملء سد النهضة، سد النهضة موقفش،
صد النهضة استمر استيل بيتملي، وحكومة السيسي لا تفعل أي شيء. ده مش كلامي، ده وسائل الإعلام. وآدي صورة البحيرة ورا سد النهضة اللي بتكبر أكتر وأكتر من أحدث الصور اللي اتنشرت خلال الأسبوع اللي فات. بس آدي قدام حضراتكم ده سد النهضة اللي ارتفاعه 170، السد العالي ارتفاعه 100 متر بس. آدي البحيرة. فاكرين زمان على المبنى اللي قلته لكم ده؟ فاكرينه من أوائل، أعتقد أول واحد اتكلم عنه لأن جبته من جوجل إيرث إميديتلي أول ما اتنشرت. فاكرين؟ هتوصل البحيرة لغاية السد اللي قلت لحضراتكم عليه، مش بس سد النهضة، كمان السد الجانبي. فأنت عندك 4.8 من 10 كيلو بالإضافة ل 6.5 كيلو بالإضافة كمان 3 كيلو، يعني بتتكلم على 14.3 من 10 كيلو هيبقى عرض هذه البحيرة. كل ده تخزين مية شغال، رغم ان المية دي كان جزء كبير منها المفروض يتخزن ورا السد العالي. بداية تناقص المياه في مصر وبداية قلة المياه للمزارعين في الصعيد. فين حكومة مصر؟ أخبار اقتصادية. أكثر من نصف المحلات في سان فرانسيسكو قفلت بسبب الكوفيد، بسبب البانديميك. الأغنياء جدا يتراكم عندهم الكاش بسبب المخاوف من الاقتصاد الأمريكي، فما بيستثمروش فبيتحوش الكاش عندهم. انتوا عارفين في ناس كتير موظفين وأصحاب شركات وسي اي اوز في شركات مهمة مرتباتهم بالملايين. الناس دول اللي بيستثمروا، بيشتروا بيوت أكبر وعربيات ويستثمروا في حاجات كتيرة وأسهم والكلام ده كله. طب الناس دول عشان المشاكل اللي بتحصل ما بيستثمروش، بيحوشوا كاش، الكاش عندهم تضاعف جدا. اضطهاد المسيحيين اللي زاد. قادة دينيين يقولوا اضطهاد الصين للأديان هو يعتبر الأصعب من الهولوكوست بتاع هتلر. على فكرة المسيحية بتضطهد في العالم. إحصاء يوضح أن الصين شالت أكتر من 900 صليب في أول نصف السنة بتاعة 2020، في أول 6 شهور بس شالت أكتر من 900 صليب حتى الآن. وآدي صور للتوضيح، دول قبل ودول بعد. اللي فوق قبل كل دي كنايس عليها صلبان، كل دي كنايس تشال منها صلبان وأصبحت تحت السيطرة للحكومة الصينية. كاليفورنيا تغرم كنيسة 10,000 دولار لأنهم أقاموا صلاة في الكنيسة فرنموا. في استمرار اضطهاد الحاكم الديمقراطي في كاليفورنيا للكنائس. ما بيعملش حاجة على فكرة ضد الجوامع، هو بيهاجم الكنائس وبس. أيضا استمرار اضطهاد كاليفورنيا للكنائس آسف تلغي عقد تأجير مكان ركن السيارات بجوار كنيسة ماكارثر عشان القضية اللي بينه وما بين الحكومة. للأسف كنيسة من كل 5 كنائس تواجه ان هي احتمال خلاص تقفل تماما، ما تفتحش تاني في خلال 18 شهر بسبب الإغلاق بتاع كوفيد. مبشرين يتم تهديدهم والتجديف عليهم. ليه؟ أصلهم بيأيدوا ترامب. إزاي وإزاي يأيدوا ترامب؟ رغم ان عمره ما حد بيقايد بايدن، حد بيهاجمه ولا بيهدده، عشان تعرفوا انه الديمقراطيين او اليساريين دول ما بيلعبوش بحياديه. تشريع لو اصبح قانون للاسف في سكوتلاند هيستخدمه الملحدين كسلاح في تجريم الكتاب المقدس ويعتبروه ان هو كتاب تعبيرات كراهيه. ده من ويند نيوز للاسف، عشان تعرفوا الموضوع اضطهاد مش في الشرق بس، ده في الشرق والغرب. ليه العالم ساكت؟ القرآن ما يتجرؤوش يجرموه، والكراهية والقتل مليان، لكن الكتاب المقدس اجتمعوا على الرب وعلى مسيح. الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا. قس يترشح عشان يكون سيناتور يقول ان الإجهاض بيناسب إيمانه. ما اعتقدش إيمانه هو الإيمان المسيحي.
إيمانه ده لو حاجة تانية براحته. للأسف سلسلة فكاهية للصغار يعني الصبيان والطفلات باسم غير حامل unpregnant، ده اسم السلسلة اللي بيعملوها، المسلسل اللي بيعملوه للتينز، تجعل من الإجهاض كما لو كان حاجة بس أمر فكاهي يتريقوا عليه. إزاي تحليل الخطية، الديسنسيتايزيشن للخطية، إزاي بدل ما الأمر واضح يكون خطية زي الشذوذ زي غيره وغيره وغيره، إزاي تخليه يمر من خلال يا إما حاجات عاطفية يا إما حاجات فكاهية كوميدي، ويبقى عادي. البوي فريند والجيرل فريند اللي كان قبل الستينات في أمريكا كان خطية، خطية في أمريكا. اللي يقيم علاقة مع واحدة في أمريكا في الخمسين ما قبل الخمسينات كان يعتبر خطية. دلوقتي اللي ما يقيمش علاقة مع واحدة، اللي ما يبقاش عنده جيرل فريند لغاية ما يتخرج من الكلية، يعتبر فضيحة. إزاي يتعامل ده؟ بالأفلام العاطفية والأفلام الكوميدية. نفس الأمر بيتعمل في الشذوذ، ونفس الأمر بيتعمل في بقية الخطايا قدام حضراتكم. محكمة النقض تحكم ضد مقاطعة مدارس. ليه؟ لأنها ما سمحتش الفتاة، يا حرام شاذة، أن هي تستخدم حمامات الولاد. إزاي وإزاي مقاطعة المدارس الوحشة تمنع البنت الشاذة دي أن هي تدخل حمامات الولاد؟ طب هي ليه عايز تدخل حمامات الولاد؟ ليه أصلها بتعرف نفسها ولد رغم أن هي بيولوجيكالي بنت؟ آدي محكمة النقض الأمريكية، وآدي الخطية اللي فعلا استخدموا فيها هؤلاء صغار النفوس، وبالفعل ده الهدف. وعشان كده الولاد دي أكرر كل أسبوع، أمانة في إيدينا، أنتم نور العالم. لو أنتوا أصبح النور فيكم الظلام، الظلام اللي في العالم كان يكون. عشان كده محتاجين إن احنا نصلي، وده أهم سلاح في إيدينا. محتاجين إن احنا نستعد، محتاجين إن احنا نعد زيت في مصابيحنا عشان نستقبل العريس بالصلاة، بالصوم، بالخدمة، بالإنارة، بتنقيط القلب، الاستعداد بلباس العرس، بالانتظار للعريس بمصابيحنا، ويكون عندنا زيت كافي زي الخمس عذارى الحكيمات. ربنا قال لنا الحاجات دي كلها عشان ما تحصل، قبل ما تحصل، عشان لما تحصل ما نخافش. أما انظروا لا ترتاعوا، أما خوفوهم فلا تخافوا. وعشان نؤمن أنه مستحيل كان الكتاب ممكن يخمن كل ده، ده حتى اللي سرقوا منه زي القرآن والأحاديث معرفوش يقولوا بالدقة دي، وخرفوا جدا في العلامات. لكن شوف الكتاب المقدس وصفها بمنتهى الروعة ازاي بتحصل قدام عينينا. مستحيل يكون متألف ولا متحرف ولا غيره من اللي بيقولوه وما يكونش وحي إلهي ويكون ذكرها بهذه الدقة. والحاجة التالتة عشان حياة الاستعداد، زي ما قلنا متى ابتدأت ترفع راسك لفوق تستعد لأن خلاصك اقترب. خلي بالكم في المقابل الشيطان عارف ان هو ليه زمان يسير، وعشان كده زود جدا. وانتوا شايفين ازاي، طب ولاد ربنا فين؟ طب احنا هل على الاقل زودنا شوية من مجهودنا من حياة الاستعداد، حياة اليقظة، حياة الانارة؟ استعدوا، في اكتر من 150 الف واحد بيسلموا ودعتهم في اليوم. ربنا يدي لحضراتكم جميعا طولة العمر والصحة، قد اكون انا منهم بكرة، هو نوز. المسيح اقترب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة، استعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع، والمجد لله دائما. ربنا يبارك.